مصمتي هايدي 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 من غير حقي انا مصمتي من غير حقي انا مصمتي يعني انا عايز افهم عايزين مني ايه دول؟ هم مش شايفين ان السياحه في البلد وضعها زي الزفت؟ ده بدل ما يحمدوا ربنا ان بقالهم اربع شهور بس ما قبضوش، الشركات التانيه مسرحه موظفينها من ثلاث سنين، وانا طول الفتره دي وانت عارف بديهم مرتباتهم من جيبي، يعني المفروض اعمل ايه؟ اصرف عليهم؟ اذا كنت انا لسه مش عارفه هقفل الشركه دي ولا هخليها؟ يا نادر ليه ما حدش بيقدر؟ ليه ما حدش بيحس؟ ممكن تهدي شويه؟ وبعدين تعالي نخرج من باب الجراج وسيبيهم يخبطوا دماغهم في اقرب حيطه. لا احنا نطلب لهم البوليس يجي يمسك كم واحد فيهم ويهش الباقيين وبكده هيمشوا على طول بدل ما احنا قاعدين محبوسين في الشركه ومش عارفين نطلع. البوليس مش حل يا نجوان. هايدي انت لازم تطلعي تتكلمي معاهم، اطلعي قولي لهم اي حاجه، اوعديهم مثلا انك هتدفعي لهم نص مرتباتهم اهو يمشي نفسهم بيها. هايدي الناس موقفهم القانوني سليم، وبعدين مفيش اي حاجه مكتوبه في العقود بتاعتهم عن ظروف السياحه. ايه اللي انت بتقوله يا نادر؟ ادفع لهم ايه ونص فلوسهم ايه ويمشوا نفسهم ايه؟ هو انت المحامي بتاعي ولا بتاعهم؟ ولا انت عشان حضرتك انت وخطيبتك بتاخدوا مرتباتكم فيبقى خلاص؟ انا بدفع لك مرتبك انت وسكرتيرتي الاستاذه نجوان عشان تطلعوني من المواقف اللي زي دي. ما اعرفش، لاقي حل، اتصرف. الو. ايوه يا حبيبي. ايوه يا مروان. مفيش عندي مشكلة كبيرة في الشغل ومش عارفة حلها. معقولة يا حياتي عندك مشكلة؟ وانا عايش في الدنيا؟ ايه خلاص بقى اروح اموت نفسي؟ العمال اللي عندي عاملين اضراب وعايزين مرتباتهم، وانت عارف كويس قوي الشركة ما فيهاش فلوس، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عمال ايه اللي تشغلي بالك بيهم دول؟ ولا تقلقي خالص يا حبيبتي، ما تفكريش حتى طول ما انا موجود في الدنيا. امال انا موجود ليه؟ مش عشان خاطر اريحك؟ بص يا روحي، أنا عندي برنامج هروح أصوره وأرجع على البيت نتعشى سوا ونقعد ندردش، وأنا عندي حل لكل مشاكلك. فكي بقى، فكي عشان خاطري. يلا حبيبي. بقولك إيه، هتوحشيني قوي 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 لغاية ما أشوفك. باي يا روحي. كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا اهدي بس يا هايدي وخليها لحالها. هلو هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين هايدي يا حبيبتي، وحشاني موت. سوري، ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده، يلا انزلي تحت استني البي في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا لا لا لا، نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه هو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لقرصك. ايه ده يا بابي؟ داخل عليا وساحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ وانا حاجه
قلت لهم وسعوا وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركة لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني. أنا همشيهم لك. دكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجالة؟ أنا رجعت مسكت الشركة تاني مع بنتي هايدي. قلت لها، قلت لها ازاي هايدي سادة الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات وأولاد، ازاي؟ أنا دايما أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون، هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. احنا هنصرفهم وحنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثث. هو إيه يا الضاج يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا لا أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح والخواجات ييجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض 4 شهور ويقدم استقالته. واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وغني وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعدة رايحك من الصداع. يا سلام كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست أم كلثوم في مرصح نصر النيل. أنساك يا سلام أنساك. ده كلام. ألو. يا بابي. يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريم اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختلط يا سوكا ولا ايه؟ مكتبنا افتح العربيه يا جدع. امشي يا جدع انا هخطفك يا جدع. مد في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه ياما سيبيه. ايه يا ياما سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا الحمد لله على السلامه. كوريا ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دي عين. وانت يا كوريا قوي مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شويه كده.
ايه؟ لا يعني ازاي ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيمه، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرميه السوداء دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم؟ لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني، بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها لابسها، هتروح فين؟ اهي شفتي؟ سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يا ام انا ما هسيب حق، وغلاوتك ما هسيب حق. مين؟ كوريا حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نقرت بيتك، نقرت بيتك. بيت ايه بقى فين؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير امي الله يرحمها. انا اللي قربت معادها من قهرتها علي. معلش يا بنتي معلش، العمارة بيد الله، مناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة، غلطانة انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشمها على ظهر ايدي يا خال. انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلاوي عالنت، معرفش انهم نصاي عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان ايه علاقتك؟ معلش يا بنتي المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقول لك حاجه، اوعي اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سابقه في السجن تبقي خلاص الخلق كلاتهم هنيه عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقه والنبي كانت مظلومه؟ بس ورحمه امي يا خال، انا ما هسيب الولايه اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولايه دي افترت عليا ودخلتني السجن سنه ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكبدك ده اللي استناك السنه بحالها. وهوك يا كوريا هو يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربيه. شمال ايه يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده اهو ظبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك ظبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال؟ كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر، ماليش في مرقعه وسهوجه الحريق، بتخانق بيجي لي كرشه نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني. في ايه دي؟ انت اللي اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي عايش بتاعي صار بحالها قاعده معايا بحق ومرته واولادي. اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كميه الاخبار الزفت اللي انت جايبها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقولي عايش في حق؟ يعني شايفني انا اللي عايشه في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غاليه.
الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلتي لي كوريا مظلومه؟ قلت لك ايوه عارف، وقلت لي سندس مظلومه وغلبانه ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقول لك يا خير، تعالى خير. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعيني انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحه هترجع تاني، لان انا متاكد ان شاء الله ان السياحه هترجع. ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعه فقريه زي امك وعندنا مش عارفه تعيلنا على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا وقعتلنا في سنادر الدكتور نادر. لا وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جاب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبسته. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص من واحنا صغيرين، بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لو ايه انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحان. انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بيدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا وما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله
قول لها شفته. القمر في الحل. قمر وحلتيه يا خال، انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شعر روستاه. ما كفايه فيلم الكرتونه اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس، قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش، غير هدوم وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسمع عليك يا اخي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي، عمري. اقعد يا بيبي. انا 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 بيبي. انا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت هتبطل اوفر يا حبيبي امتى؟ انت ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم؟ قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر، إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس
هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي. يا رب. في ايه في ايه بس مالك مالك ايه دي كده؟ قولي لي في ايه مالك يا خالتي؟ فيكي ايه مالك؟ عاوزه ايه مالك؟ بس عوض عوض وساعد ابني. اه وحشوني. يا الله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه هما اللي فيكي ايه يا خالتي؟ حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك عليا حقك عليا. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعت اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5 رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسرة الدنيا دلوقتي. الله أنا عجباني قوي الفكرة دي يا بيبي. أنا عايزة أفتح قناة رقص الشرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكرة نجوان بترقص شرقي أحلى من الصفينار. وأنا جاهز بكل حاجة، كل البلاتوهات اللي موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي وبره مدينة الإنتاج الإعلامي واقفة بس على الإمضة. وعلى فكرة احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لأن احنا ممكن نستفيد بيهم ونأجرهم ونعتبرهم أصول. والخطوة التانية بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها، وبعد كده نقوم داخلين دخلة قوية مع وكالة إعلانات قوية، وفي خلال 6 شهور القناة بتاعتنا تبقى أكبر قناة في مصر، وساعتها بقى نبقى نفتكر القعدة دي ونقعد نضحك عليها. أنا بصراحة متحمسة جدا للموضوع يا هايدي، الفكرة حلوة وجديدة وبتكسب. وأنا كمان يا هايدي، أنا من زمان وأنا نفسي أكون في الوود ده. واضح جدا إن أنا الوحيد اللي دمه تقيل في القعدة، بس أنا بحب أتحرك بطريقة محسوبة وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون،
وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه ولو عاوز عفش جديد نشتري يا بيع ساختي، انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا، بص كده، خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. كيف الأحوال يا أخي كبداجي؟ وأنت يا أخت نوال؟ أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ إيه رأيك في الصدفة السعيدة دي؟ لا يا صدفة زبالة بصراحة. يلا نجري. يلا تفضل. شكرا لحضرتك. تفضل. شكرا. معلش يا هانم، احتاج التوقيع مره تانيه لان الفورمه المره دي مختلفه، خلي التوقيع زي كل مره. اوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده تمام. الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت البرامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، إن شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. إن شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هاني. ميرسي، أهلا بيك. يلا ألف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه ده؟ في إيه خير؟ أنا بحبك أوي.
لكم ده جدع انت وهو، خلينا نقف نتكلم مع البنشر. كفاره يا كوريا، انا قلت اسيبك اليومين دول عشان عارف انك انت خارجه من ظروف لا مؤاخذه وما يصحش، لكن انت برضو طبعا عارفه ان عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك انت وخالتك من بعد امك الله يرحمها. جرايه سلوم، لا وقت ولا ادانه يا اخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش ميعادك ده. لا وقت ولا ادانه يا كوريا. اه لما امك ودت من بعديها كل واحده فيكم عامله نفسها بتكح جير ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزقوا عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشيه غير الحريم؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. انما انا ضربت الثور ده ازاي؟ عصب يا هيما عصب. بقول لك انت عامل دوشه ليه؟ ها؟ اه كفايه. اه لا ده لسه في تلف. انا هيما والنبي انا لا في دماغك تقيله عليا كل والنبي هيما عشان خاطر طب بالراحه طيب بص امسكيه كده يلا يلا بسم الله بسم الله بالشفا ان شاء الله. ايه الدماغ الفله